سبحان الله، الصلاة عمود الإسلام، تجمع أنواع من العبادات. الصلاة تجمع أنواع من العبادات. العبادات منها ما هو قلبي، تسمى العبادات قلبية، وعبادات قولية باللسان، وعبادات بدنية بالبدن، وعبادات مالية، صح؟ فالصلاة في هذا كله. طيب نشوف عبادة قلبية. طبعا العبادة القلبية في كل عبادة الإخلاص لله عز وجل، لكن أيضا الخشوع، لب الصلاة وروح الصلاة، هذا عبادة قلبية وهي في الصلاة، تمام؟ الخوف، الرجاء. العبادة البدنية واضحة، قيام، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس بين سجدتين، سلام، هذه عبادات بدنية يتعبد العبد ربه جل وعلا ببدنه، هذا في الصلاة. عبادات قولية واضحة أيضا، قراءة الفاتحة، ما تيسر القرآن، التسميع، التحميد، التكبير، الدعاء، التحيات، السلام، كلها عبادات قولية. طيب عبادة مالية، قالوا ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وتشتري الثوب بالمال. كما أن الصلاة واجب عليك أن تدع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. فكونك أنت تستر عورتك بالمال، ثوب تستر عورتك، وكونك مثلا تركب دابة أو سيارة أيضا هذه فيها مال، وكونك تترك البيع ويفوتك من البيع ما يفوتك من أجل الصلاة، هذه كلها عبادات مالية. فالصلاة شأن عظيم، تدخل الصلاة تعبد الله بقلبك وجوارحك ولسانك ومالك، فشأنها عظيم. لذلك أعظم أسباب الثبات التي يثبت الله به العبد أن يحافظ على صلاته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، المحافظ على الصلوات. فأنت إذا أردت الثبات على استقامتك عليك أن تحافظ على صلاتك.